أحيا الزائرون من مختلف الدول العراقية والدول العربية والإسلامية في النجف الأشرف ذكرى وفاة الرسول العظم محمد صلى الله عليه وسلم بزيارة مرقد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم لتقديم العزاء بالذكرى الأليمة. محافظة النجف الأشرف عدت بهذا الشأن خطة أمنية وخدمية لاستقبالهم، كما أعلنت المحافظة اليوم الأربعاء عطلة محلية رسمية بهذه المناسبة. جئنا لأمير المؤمنين لأنه ابن عم رسول الله ورجل البتول وفعل الفحول الذي قال عنه محمد صلى الله عليه وسلم: دمك دمي ولحمك لحمي. فالأجواء جيدة جدا، الناس حضورها حشمة وقار، المواكب الخدمية موجودة من كل المحافظات، بالإضافة إلى أن بلد أو محافظة النجف هي مقر الأمة الإسلامية ومقر المبعث الإسلامي. هذا اليوم أو هذه الليلة ليلة وفاة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وقصة الزوار من كل أقطار المنطقة، من الإيرانيين ومن الكويت ومن السعودية ومن البحرين وجميع المؤمنين المسلمين في العراق من الجنوب إلى الشمال. ونسأل الله سبحانه وتعالى العودة والرحمة للمسلمين والمسلمات، واجعل هذه الزيارة مباركة. نحمد الله ونشكره على هذا الحضور والجمع الحضور في يوم استشهاد سيدنا ومولانا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في النجف الأشرف، وأبارك هذه المواكب الطيبة الطاهرة من أنفاس والنفوس الطاهرة اليوم لخدمون أئمة الأطهار في هذا الجمع. الأجواء طيبة والخدمات إن شاء الله للمواطنين من المواكب للزاد والشاي وكل إن شاء الله، الله هي بركة محمد وآل محمد.